وسلم، وحينما أشار إلينا ربنا سبحانه وتعالى إلى قضية القيام والاعتكاف والتضرع إلى الله، لأنك يا عبد الله الآن سيكتب لك عامك القابل من الآن، وما سيكون معك في كل أحوالك وفي كل تصرفاتك وفي كل سكناتك، فانظر حينما تتضرع إلى الله في هذا القضاء والقدر في طي سجلات، يقول ابن عباس أي أن هذا العام هذه الليلة فيها طي سجلات العام الماضي وبداية سجلات العام القادم. ولذلك قال ليلة القدر أن يقدر الله فيها مقادير الخلق، وقالوا أنها ليلة قدر أي أنها ذات قدر وقيمة وذات وزن، لأن فيها أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء، ومن ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على مدة 23 عاما يعيش مع النبي ويعيش مع أصحاب النبي في كل ظروفهم وأحوالهم، كان القرآن ينزل إليهم في هذا الوقت. أيضا من معانيها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذر، قال فيه الإمام المنذري في الحديث الطويل: إذا كانت أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت عرش الرحمن يقال لها المثيرة، فتدخل إلى الجنة فيصفق لها ورق الجنة ويسمع لها طنين، يسمع لها صوت لم يسمع قبل ذلك على الإطلاق، فتبرز الحور العين إلى الشرفات، فيقولن لخازن باب الجنة للملك الذي أوكل أن يقف على باب الجنة: يا رضوان، ما هذه الليلة؟ ما هذا الحدث؟ فيقول: إنها أول ليلة من ليالي رمضان على أمة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولن: وما رمضان يا رضوان؟ قال: فيخبرهن بما في رمضان مما أعد الله فيه لأمة نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه من فضل وأجر وكرمة وعلو مقام وقدر، حتى يصل الإنسان بقيامه إلى ليلة قدر، وإلى أن يصبح وهو أضعف خلق الله، وهو الذي لا يذكر أمام مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أن يصبح حينما يكون في ليلة قدر صاحب قدر ومقام عند الله بليلته، فبضعفه وخلة حيلته يصبح صاحب وزن ومقام عند الله ذو قدر ذو قيمة. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل السماوات السبع والأراضين السبع لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بعد كل هذه السماوات السبع، فأين أنت يا عبد الله أمام السماوات السبع وما فيهن وما أعد الله بهن وما فوق السماوات السبع أمام هذا الكون أمام هذا الفضاء المفتوح الواسع؟ وأين أنت من هذه الأرض الذي أعد الله فيها ما أعد أمام المجرات والكواكب والأقمار والنجوم والشموس، شمس شموس؟ بعد كل هذا، حينما تكون عبدا لله وحينما تلتجئ إلى الله وحينما تتضرع إلى الله، يرفعك الله بعبادته إليه بعبادته، وبهذه الليلة أن تكون ذات قيمة عند الله وذات قدر عظيم، وأنت جرم صغير
ضعيف كل ما في الدنيا والآخرة، كل ما في الدنيا وما في الأراضين لا يساوي في عظيم ملكه شيء، في عظيم ما أعد الله لنا شيء. لذلك أخبرنا عن أهمية ليلة القدر، فأخبرهن رضوان عن أهمية ليالي رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتشوقت الحور العين للصائمين من أمة النبي محمد. شبابنا بيفرحوا بالخبرية. فتشوقنا الحور العين والختيارية، لمن حكايتك؟ فتشوقنا، لأنه في ناس ما بيقدروا يكونوا ختيارية. فتشوقنا الحور العين، لسه اللي عندنا مشاكل. فتشوقنا الحور العين للصائمين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال في نص الحديث: فأخذوا يدعون الله أن يهبهم لكل صائم وقائم وذاكر، لكل صائم وقائم لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم المبارك. قال بعد ذلك: يتجلى ربي سبحانه وتعالى على ملائكته فينادي فيقول: يا رضوان افتح أبواب الجنان للصائمين من أمة حبيب محمد، ويا مالك أغلق أبواب النيران بوجه الصائمين من أمة حبيب أحمد، ويا جبريل اهبط إلى الأرض فاصفض مردة الشياطين، قبلهم اربطهم حتى لا يفسدوا صوم حبيبي، صوم أمة حبيبي أحمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كانت ليلة القدر أمر الله سبحانه وتعالى جبريل فنزل بكبكبة من الملائكة من السماء ومعه لواء أخضر برزه على ظهر الكعبة، منه رايتان أو لواءان لم ينشرهما إلا في ليلة القدر، من ليلة القدر إلى ليلة القدر، فيسدان ما بين المشرق والمغرب. ثم ينادي جبريل عليه السلام بالملائكة أن ينتشروا في الأرض، فما من قائم وما من ذاكر وما من مسبح وما من قارئ للقرآن إلا سلمت عليه ملائكة الله وحفته بذكره ورضوانه لله وأمت على دعائه. قال: حتى إذا دخل الفجر نادى جبريل بالملائكة الرحيل الرحيل، فاجتمعوا الملائكة ولحقوا بسيدي جبريل، ثم يقولون: يا جبريل ما صنع الله بحوائج العباد الذين أموا على دعائهم ووقفوا عند سؤالهم وذكروا معهم وقاموا معهم وقرأوا معهم، ماذا صنع ربي بحوائج العباد؟ فيقول جبريل: نظر الله إليهم. فيقول جبريل: نظر الله إليهم فغفر لهم جميعا إلا أربع. يا لطيف، بدأنا بالجد، بدأنا بالخوف. غفر لهم جميعا إلا أربع. قال: مدمن خمر وعاق لوالديه، مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم. ثم قال: ومشاحن أو مصارم. قالوا: وما المشاحن يا رسول الله؟ قال: الذي يقطع وشائج الناس أو صار الناس ويمشي بين الناس بالقطيعة والعداوة والبغضاء. قالوا: المصارم والمشاحن هو الذي يجادل ويناقش والذي يعاند ويخاصم والذي يفجر ويقطع والذي يمشي بين الناس بتقطيع أوصال الناس. كل هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إلا أربع محرومون من عظيم هذه المغفرة.
مدمن خمر أعاذنا الله وإياكم، وعاق لوالدين، فالموضوع الخطير ليس بالموضوع السهل. عاق لوالدين، عاق لوالده ووالدته، ليعجز اللسان أن يصف وأن يقف على قدر وعظمة الوالد والوالدة، يعجز اللسان عن عظيم حب ورحمة وعاطفة وحنان الوالدة، ونحن بعد ذلك نتضجر منهم أو نؤذيهم بعبارات وكلمات نابية قاسية. وقاطع رحم، قاطع رحم، والذي يمشي بين الناس بالخصومة والشحناء والبغضاء. هؤلاء الأربع احذروا أيها الإخوة أن يكون في أحدنا صفة واحدة منها، صفة واحدة فقط تكون سببا بمنع رحمة الله سبحانه وتعالى له، ثم بعد ذلك ينتظرون الجائزة الكبرى، ونقف في يوم الفطر لنتحدث عن هذه الجائزة الكبرى. إن لله في كل ليلة من رمضان 70,000 عتيق قد وجبت لهم النار، يعتقهم الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون أمر الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه: دخل مجموعة من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لقد رأينا ليلة القدر وأماراتها، علامات ليلة القدر، والله رأيناها في ليلة 27. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا: لقد تواترت رؤياكم فكأنها بليلة 27. ثم يقول عبد الله بن عباس عن ليلة 27: أقسم أنها ليلة من ليالي القدر الذي حدثنا عنها النبي، ولولا الخشية عن أوتار ليلة القدر لقلت أنها في ليلة 27 فقط، ليلة يغفر الله فيها ما تقدم من ذنوبنا يا عباد الله، ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أسبابها، أسبابها كثيرة، قال من أسبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن رجل من بني إسرائيل حمل سيفه 80 عاما يصوم نهاره ويجاهد في سبيل الله. يروي لهم قصة 80 عاما حاملا سيفه يقاتل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. قال: فنظر الصحابة إلى أنفسهم فاشتهوا أن يكونوا مكانه وتقالوا أعمالهم أمامه، شوف الأعمال. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، وبعد ساعات خرج على أصحابه ليقول: لقد أعد الله لكم ليلة هي أعظم من عبادة هذا الرجل، ليلة هي خير من 1,000 شهر فيها عبادة 83 عاما إذا تجلى الله فيها على أحدنا في ليلة القدر، فانظر إلى عمره في العبادة وعظيم أجره عند الله. إخواني، يغيب كثير عن الناس فقه ومفهوم هذه العبادة وجوهر هذه العبادة وحقيقة هذه العبادة وأهمية هذه العبادة. ليلة يكفينا فيها أن يتجلى الله فيها علينا، وأن يباهي بنا ملائكة سمائه، وأن يقول: يا ملائكة انظروا إلى عبادي وهو أعلم ما ندعوه، ماذا يريدون؟ يقولون: يريدون توبتك يا رب، عفوك يا رب، مغفرتك يا رب، كل واحد منهم له حاجة عندك يا رب. فيقول: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم،
أشهدكم أني قد غفرت لكم جميعا. جل جلال الله على عظيم وبهائه وعطائه سبحانه وتعالى. إخواني، بعد كل ذلك كيف يقف الإنسان بين يدي الله ويتجرأ على الله بالمعصية؟ تدعي حب المولى سبحانه وتعالى وأنت تعصيه؟ تدعي حب المولى سبحانه وتعالى وأنت تتجرأ على محارمه؟ هذا شيء من أخطر الأمور، هذا شيء من قبائح الأمور. إخواني، ليلة لا تفكر فيها إلا بذنوبكم وأعمالكم، اسألوه بقلوب خالصة أن يغفرها لكم جميعا، واسألوه أن يتجاوز عنكم، واسألوه بقلوب صادقة أن يؤلف بين قلوب المسلمين. أحوج ما نحتاجه في زماننا اليوم أن يؤلف الله بين قلوبنا. اليوم اسمع شغلي، مسجد فلان شو عمل؟ وعمل مع فلان، ضربوا فلان، شيخ فلان، جمعية فلان، قصص. اسألوه أن يجمعنا على طاعته ومحبته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أدب جم أن يتحلى الإنسان بصفة العبد لله، أن يكون عبد لله سبحانه وتعالى مع كل ما أعطاه من الصفات. ربنا جل في علاه مدح نبيه بعبده فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل فقط بنبيه أو برسوله لأنها رتبة عظيمة القدر، أن يمدحك الله بأن تكون من عباده هذا أمر عظيم، هذا أمر خطير، مقام لا يصل إليه أي أحد من الناس. لذلك مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بعبده، ونحن نقف بين يديه عبادا متزللين منكسرين إليك يا رب أن تتجلى علينا مع هذه الليلة المباركة. إخواني، عندنا بعض الأخوة حابين يفتحوا موضوع الأسئلة والأجوبة، لذلك حنحط هيك بعض الوقت قبل صلاة التسبيح لبعض الأسئلة، وراح نقف معكم عند هذا الحد من الأحاديث عن ليلة القدر، والمقام بيننا وبينكم طويل عند هذه الليلة العظيمة. سؤال عم بيسأل الحاج عاطف أيمن بحق للناس، وكمان بتمنى الأسئلة تكون ضمن هالليلة، يعني تكون ضمن نفحات رمضان حتى ما نطلع عن جبهة. عم بيسأل أيمن بحق للناس يردوا الإمام إذا أخطأ في صلاته، وأيمن ما بيحق لهم يردوه إذا أخطأ في صلاته. أول شيء إخواني، في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، اللي بيصلوا خلف الإمام هن عادة حفظا، يعني بيكونوا حافظين القرآن الكريم، بيعرفوا بأحكام القرآن الكريم، فإذا أخطأ الإمام يرده من كان خلفه، ولا يرده من كان آخر المسجد أو في وسط المسجد. في عندنا ظاهرة بشعة جدا، وهي أن يرد أحدنا على رد أحد غيرنا. فحاج عاطف سمع يقول الشيخ أخطأ في آية، فسمع واحد عم بيقول الآية صححها، سميع بصير، هو ما بيعرف إنه سميع بصير، فبلش يعيط هو من نص الجامع سميع بصير، فرجع واحد على الطرف سمعه عم يقول سميع، فبلش يعيط، فإنه يرد على رد الآخر وهو منه متقن لهذا لهذه الآية، بس هيك سمع عم يرده فرد معه. هاي شغلة أولى. شغلة تاني، في مذهب الإمام أبي حنيفة لا يحق لأحد أن يرد الإمام إلا إذا أذن الإمام لأحد المصلين خلفه أن يرده إذا أخطأ. ثالث مسألة، قالوا إذا أخطأ في غير مكفر لا نرده، يعني سميع بصير أو سميع عليم، غفور رحيم أو رحيم غفور مثلا، عن غير قصد، ما تقصد هو، لو تقصد هذا كفر، لو تقصد تغيير كلمة في القرآن الكريم هذا كفر، ولكن جل من لا يسهل الإنسان يخطأ بمد، يخطأ بإضغام، يخطئ بفتحة، يخطئ بضمة، فلذلك هذا خطأ معفو مع صلاته.
وخاصة في ناس بيردوا أحيانا في غير موضع، مثلا فضيلة الشيخ عم بيقرأ في موضع وهو حافظ غير هذا الموضع، هاي صارت معنا كثير، فبيردوا بيعلق كمان، ما بقى يبقى بيعلق يعني، وبيطلع إنه هو عم بيردوا في غير موضع، يعني أحدهم مرة عم بيقرأ في سورة المائدة إلا بده يرد يعلق، وبعدين اكتشف إنه هيدي مانا صحيحة، اكتشف إنه في القرآن هيدي عفوا ما تخزنا، بعد ما ضل يصرخ نص ساعة بالصلاة. فهذا شيء، رابع شيء يترك الإيمان يعني لو ثواني بس لو سمحتوا اتركوه ثواني حتى يبلع ريقه حتى ياخذ هواء، انتوا بتظنوا انه هو عم يصلي امام ودي شغله بسيطه. هذه الشغله منها بسيطه اخواني، حالكم حادث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بويع بالخلافه، فكان اول شيء بده يعمل خليفه بده يوقف بين المسلمين ويخطب فيهم خطبه الخلافه. ما ها؟ بده يخطب فيهم خطبه الخلافه، بين لهم الاحكام. قال لما وقف على منبر النبي رجفت قدماه فما تحاملته فسقط مخشيا عليه، ثم قام فأكمل خطبته وهو جالس، يعني ده القاعد عم بيحكي مع الناس. سيدنا أبو بكر الصديق لما أمن المسلمين بلا شبكي بطل يعرف يكمل. لذلك أحيانا بيكون الإمام عم بيقرأ ضاق صدره ضاق نفسه لأنه هو عم بياخد هوا ويقرأ بحاجة أنه ياخد هوا، واحيانا بيكون الوقوف بايات مفهومه معروفه واضحه يعني. من الجله يا الناس، فهو عم يبلع ريقه. لذلك ما بيصير انه نحن نرد عليه خاصه اذا كان بالخلف. قد يقف الامام ويغير موضع الايه، يعني مثلا اعيته الايه ما عرف كمل، شو الحكم؟ بغير الايه، بغير الايه، يقرا اي ايه من اي موضع، يقرا اي ايه من اي موضع ويركع ويسجد. هل يجب عليه سجود سهو؟ لا يجب عليه سجود سهو، ما ترك ركوع من أركان الصلاة. هل يجب عليه كفارة؟ لا يجب عليه. هل يجب عليه فدية؟ لا يجب عليه فدية. هل بنجلده؟ لا ما بنجلده. هل بنوص عليه؟ لا ما بنوص عليه. هل شو بنعمل فيه؟ ما بنعمل شيء. تقبل الله، نعم تقبل الله. وميزة القرآن الكريم، اسألوا الحفظ أخواني، ميزة القرآن الكريم، ميزة القرآن الكريم هذا معروف أن القرآن يعني أسرع حفظا وأشد تفلتا. يعني لما تيجي تحفظ القرآن تحفظه بسرعة بس بتفلت منك بسرعة. وميزة القرآن مشان دلك عايش مع القرآن، دلك عم تقرأ القرآن، دلك عم تقرأ القرآن حتى ما تنساه، وإلا هو ممكن تقرأه وتحفظه بسرعة وبعدين بتفلت منك بسرعة. نفس الآية تحفظته من أسبوع ترجع تعيدهم، ترجع بترجعهم من أول جديد، ترجع تعيدهم، ترجع من أول جديد. هذه ميزة خاصة للقرآن الكريم، انه سريع الحفظ، سريع التفلت، سريع الحفظ وسريع التفلت. السر انك دلك عايش مع القران الكريم حتى لا تنسى، حتى لا تهجر القران الكريم، ما انه كتاب جغرافيا او تاريخ معلومه بتحفظها وبتتسخ بذهنك. القران الكريم له قافيات محدده، له اسلوب محدد، له تلاوه محدده، وله وقوف محدد، هذا بيجعل كل منهم ان تعيش معه في كل فاصله ودقه. يعني اي معلومه بتحفظها بترسخ عندك لانه معلومه بسيطه. قديش طول نهر النيل بتعرف، قديش عرضه مثلا بتعرف، اي معركه صارت بعين جالوت بتعرف. اما القران ممكن لا تنسى مع الوقت لانه له وزن، له موسيقى، له قافيه، له يعني بدايه فواتح سور، له ختام، له قافيه محدده. لذلك ممكن ثاني شيء، هذا شيء مهم في القران الكريم، ان القران الكريم متشابه، القرآن متشابه والمواضع تتشابه من موضع إلى آخر، وهذا كمان يساعد على النسيان. قالوا علماءنا الأساس في أنه ممكن يعني أكثر فيه نسيان لأنه الإنسان عرضة حتى لا يهجر القرآن من الله سبحانه وتعالى. إخواني نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتذاكر القرآن مع جبريل، يعني كان في كل سنة يتذاكر معه القرآن، في كل سنة يتذاكر معه، يرجع براجع معه ويرجع بسمعه على سيدنا جبريل عليه السلام. علما لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم يسمع من جبريل كان يردد النبي الآية، فنهاه الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجب به. يعني أنت إذا خشيان أنك تنساه وما تحفظه، لا نحن حنرزقك هذه الهبة، يعني حنعطيك هذه الخصيصة، ولكن هذه لنبينا محمد، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقرأ القرآن في كل عام مع جبريل مرة،
لما قبض صلى الله عليه وسلم قرأه معه مرتين مرتين، وكان إذانا بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلابد أن يكون في أدبيات بالمسجد مع الإمام، لما بيخطئ أو بيقف في موضع فنتركه لحظة، نتركه ثواني حتى يسترجع، وبعدين هو، لأنه أنت لما بترده خاصة في رد بيكون شطر آية، ما تكون ساعدته، تكون زعته، يعني تكون ضيعته، ما تكون ساعدته. فاتركه لما يعيا ويسكت في سكوت وأنت حافظ، وهذا ما بيعمل شوشر على المصلين، فبيرد الإمام. أما اللي بالنص والأخير ما بيرد، لأنه ما حتوصل الآية للإمام، بيرد بالأخير بيصرخ فبيزعج المصلين، بس ما بتصل له شيء، فلا يستفيد من هذا الرد شيء. نعم. شيخنا بالنسبة لأول أسبوع إلا كنا بصورة بابا يجب التواجر من نفس الطبيعة. هنقول فهمنا شطر من السؤال، بس هنجاوبه أكثر من اللي سأله، لأن ربما كان في شيء بقلبه ما قاله نهائي. طيب هو عم بيسأل شيء عن فواتح الصور. فواتح الصور هذه شو الـ شو الـ شو المعنى؟ شو معنى ألف لام ميم؟ إخواني شوفوا، حتى ابن تيمية، حتى كثير من العلماء، حتى المفسرون للقرآن الكريم قالوا شيء عن القرآن الكريم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يعيش معنا من حق، يعني من زمن النبي إلى زماننا، وداش تغير الزمن، وما زال القرآن يعيش معنا مع متغيرات العصر، متغيرات المكان، وتطورات الدنيا، وسيبقى القرآن إلى يوم القيامة هكذا. قال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا كان يوم القيامة، لما بيدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، قال: يكشف الله على أهل الجنة أسرار القرآن، فكأن القرآن الآن ينزل. يعني كأنه كل اللي فسرناه لا شيء أمام ما سيفتح الله سبحانه وتعالى عن أسرار هذا القرآن العظيم. لذلك العلماء اختلفوا في فواتح السور. منهم قال لها معاني وإشارات: ألف لام ميم أنا الله الملك، ألف لام ميم أنا الله الملك، هذا قول. منهم من قال هي من الحروف الأبجدية للإعجاز، أن هذا القرآن: يا كفار قريش، يا كفار مكة، يا كفار العالم، ربنا سبحانه وتعالى جاء بهذا القرآن من هذه الأحرف، فإذا كنتوا قادرين تجيبوا مثل هذا القرآن جيبوا مثله، جيبوا مثله. ومنهم من قال هي سر من أسرار الله تعالى، وهذا اللي هو يعني هي سر من أسرار الله تعالى. لكل شيء مفتاح، لكل شيء مفتاح. فمفتاح البقرة ألف لام ميم سر، ألف لام راء كاف هاء عين صاد، هذه من أسرار الله تعالى، مفتاح من هذه المفاتيح. فقيل في معانيها كثير من الأمور. كلمة طه، إذا فهمت عليك أنا أصدق، كلمة طه في ناس قالوا أنها اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة نفس الشيء طه، ما فيش بس طه، أن إحنا نفس الشيء، يعني ألف لام ميم كمان موصولين، ألف لام راء. لا بس هي متى مولانا ما الطبيعي طه. لا انا شو دخل الياس، بس اذا وقفت عليه عرض السكون بصير سمير. مظبوط، اذا لانه هي يا اذا صار عرض السكون شيخ محمود بجوز انك تمده. فطه منا اسم يا مولانا لو سمحت لي، طه منا اسم. طه مثل الف لام ميم، مثل الف لام راء، مثل قاسم ميم، كيف هي عين صاد. قالوا العلماء في طه ياسين نفس الطه. قالوا العلماء هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد؟ يعني اختلفوا فيها. ففريق من العلماء قال لا، لأنه ربط الآية اللي بعده طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فاعتبروا هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فريق آخر قال لا، مثلها مثل ألف لام ميم، مثلها مثل ألف لام راء، مثل ألف مثل طاسين ميم، مثل كيف هي عين صاد. عرفتوا علي كيف؟ فنفس الشيء ياسين
قالوا فيها هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا أنها لا ليست من أسماء النبي. فريق قال هي من أسماء النبي وفي هذا المعنى لأن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فريق من العلماء قال لا هي شأنها شأن فواتع الصور، ها شأنها شأن فواتع الصور. صحيح هذا الكلام؟ يعني زي ألف لمين؟ لذلك قالوا هي ليست، هي لذلك قالوا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأي، هذا رأي فيها معنى فيها معنى. نعم يعني هذا شكنا بعض اللي طلعتوا ببعض الجرحات وإن كنتم في ريب مما رسمنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله إن كنتم فوقتي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي حرف جر إلى قيام الساعة ما حدا قادر يخترق هذا القرآن أو يجيبه أو يزيد عليه أو يعني. وبصورة لقمان عليه السلام ولو إنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أقطار ما نفدت ما نفدت كلمات الله. أي هذا القرآن يعني كلام الله القرآن لا تنفذ كلام الله القرآن. كلام الله أي المقصود في يعني القرآن الكريم. بس أرجو إنه المعنى الأول يكون وصل يعني مسألة طه أو ياسين أو ألف لام ميم أن يكون وصل إن شاء الله تعالى لأنه مثل ما قلنا فيه الرأيان. شوف يا مولانا كلام الله سبحانه وتعالى هو التعليم اللي علمه ربي سبحانه وتعالى لسيدنا آدم هو كل شيء، هو كل شيء حتى علمه أسماء الطيور أسماء الشجر أسماء الثمر أسماء الدواب ما من شيء إلا وعلمه الله كل شيء علمه لسيدنا آدم عليه السلام. هلأ الآية عامة دون تخصيص، الآية عامة دون تخصيص فعلمه الرب سبحانه وتعالى ما يتناسب مع سيدنا آدم ليري الملائكة عظيم قدرته على الخلق. وعيت الملائكة أمام سيدنا آدم أن تقول بما علمه الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم. هذا شأن كلام الله. نعم القرآن الكريم اسماء الله الحسنى ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا في الكتاب والسنة أخواني عندنا الكتاب هو كلام الله المتلو المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة المختوم من الناس الذي نزل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل. هذا تعريف للقرآن. السنة النبوية هو نفس شيء هو بس إلا شيء واحد نسميه الوحي الغير متلو. عندنا وحي متلو وهو القرآن الكريم وعندنا وحي غير متلو. الوحي الغير متلو هو السنة النبوية المطهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله ولكن بألفاظه. فمعناها من عند الله وألفاظها من عند النبي والقرآن الكريم معناه من عند الله وألفاظه من عند الله فمتعبد بتلاوته. السنة غير متعبد بتلاوته ولكن هو وحي من الله. فوحي من الله والحديث القدسي هو من عند الله معناه ألفاظه من عند النبي معناه من عند الله ألفاظه من عند الحديث. السنة مصطلح عام كل ما فعل النبي كل ما قاله النبي كل ما سكت عنه النبي كل ما أقره النبي جهاد النبي لبس ثياب النبي طعام النبي. السنة مصطلح عام هذا الشيء. والحديث القدسي الحديث القدسي الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة هذا الحديث القدسي. أما السنة لما بتقول لي شو معنى شو الفرق بين الحديث القدسي والسنة. السنة كلمة عامة ها السنة كلمة عامة كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من حركات وسكنات وأقوال وأفعال وتقريرات هذه سنة ها هذه سنة. واضح شو بدنا نقول. هذا الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن رب العزة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه خصصنا نقلا من عند الله. السنة النبوية معناها كلاهما معناها من عند الله ألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما كان الحديث القدسي قرآن ما كان الحديث القدسي قرآن هذاك وحي متلو وهذا وحي غير متلو وكلاهما وحي من الله. ألفاظ القرآن من عند الله لفظا ومعنى والسنة ألفاظها من عند النبي ومعناها من عند رب العزة. فالقرآن لفظا ومعنى
من عند الله سبحانه وتعالى، والسنة لفظا من عند النبي ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى. يعني مولانا لا ينطق، لا ينطق، لا وما ينطق، وما ينطق، لا مش ولا مش ولا وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هل أنزل القرآن في عدة لهجات؟ نزل، نعم، أنزل القرآن في عدة على لهجات العرب. أنزل القرآن الكريم على 7 أحرف في 14 رواية، منها روايات شاذة ومنها روايات متواترة. متواتر منها مولانا العشر أمهات، العشر المتواتر 14 شاذة. ونزل القرآن على هذه الروايات، وفي كل رواية كان ينطق بها جبريل ويعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قرأوا بهذه القراءة، إلا أنه حصل الجمع الأول في زمن سيدنا عثمان، خشية أن الناس بعد ذلك يضيعوا أحكام القرآن الكريم، ولكن نزل بهذه الروايات بلهجات ولغات العرب. ولكن الأصل أن القرآن نزل بلغة قريش، لأنها كانت اللغة الجامعة لكل الجزيرة العربية، زي نحن نقرأ الآن باللغة برواية حفص التي جاء بها سيدنا عثمان من عند أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ونسخ منه 6 نسخ ووزعها على الأمصار وأقر هذه الرواية حتى يتحدث بها. طيب، شوفي عندنا صلاة التراويح. سؤال أخونا، صلاة التراويح تصلى في المسجد ولا في البيت؟ ومن فرضها في المسجد؟ صلاة التراويح أول ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المسجد، ولكن من شفقته من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه من شخصية النبي، أنه ما كان يخير بين أمرين على المسلمين إلا يختار شو؟ الأيسر والأسهل على الناس، خشية يعني القسوة أو خشية العذاب على الناس. فكان النبي دائما يختار الأيسر ما لم يكن إثما، ما في معصية، يعني هذا حتى يكون واضح، مش حط الضابط، يقول لك يختار الأيسر، الأيسر منصر، الأيسر منصور، تمام؟ يختار الأيسر ما لم يكن إثما يخالف به شريعة، شريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى خلفه صحابة، فاليوم الثاني صلى فصلى خلفه أكثر من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث ما خرج، إجوا الصحابة ما خرج النبي على الصلاة، فتساءلوا، فخرج بعد ذلك وأخبر أصحابه قال خشيت أن تفرض عليكم، يعني لما النبي بيصليها 30 يوم أو 29 يوم من رمضان ولا يغيب عنها يوم واحد، فتصبح هذه الصلاة لقيام الليل النافلة فريضة، ما لأن نقول النبي ما تركها، هي سنة مؤكدة، ما تركها النبي أو غاب عنها، فخشيت أن تفرض عليكم، وفي الفرض هذه الصلاة في مشقة وقد لا تطيقون، بعدها الناس يمكن ما حطيقوا تفرض عليكم كل العمر، لذلك نحن ممكن واحد يغيب عنها لعذر، لمرض، لسبب إلى آخر ذلك، فبيصليها في البيت على أنها قيام، بيصليها في البيت، بيقيم لوحده في البيت. هذا الذي حصل في زمن النبي. من جمع المسلمون بعد ذلك وفعل هذا الأمر؟ هذه البدعة فعلها عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وأنا عم شدد على كلمة البدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع المسلمون على إمامة واحدة، فعلها سيدنا عمر. سيدنا عمر دخل المسجد فوجد مجموعة من الصحابة عم صلوا مع إمام، مجموعة عم صلوا مع إمام، مجموعة عم صلوا مع إمام، واحد عم صلي لحاله، واحد عم صلي فنظر سيدنا عمر، وكان إخواني عميق البصيرة سيدنا عمر، يعني كان ينظر إلى الأمور في مآلها، وكان مؤيد وملهم، فنظر فوجد في صورة فرقة للمسلمين، كل واحد عم يصلي لحاله بالمسجد، وكل واحد عامل إمام على 4-5 مثل ما يصير بحالتنا اليوم، كل واحد عامل زعيم أمه وفقيه زمانه وبيستحي يلبس عمة، والله إخواننا بنهديكم إياها ومهدي العقيل، مش هتفكروا مسؤولية، مسؤولية في الدنيا والآخرة، إمام، إمام يحمل عنكم كل تبعات الصلاة، صلاة الإمام لكم صلاة، فبيحمل عنكم كل التبعات، إذا لا سمح الله أخطأ أو كان في صلاته على غير طهارة أو على غير هذه صلاة، هذه شو اسمه صلاتك أنت مقبولة، ولكن هو بيحملها عن كل المصلين، تخيل لو يكون عم يصلي ب10,000 واحد، بس ما أنا مسألة نسحها وهذه بسيطة، شيء صعب، مسؤولية، مش قصة والله يعني مثل ما بيقولوا بجلوني فعظموني، تمام كيف، ويعني وسعوا لي فسحوا لي في المجالس،
لا ما انا مسألة تعظيم وتبجيل. بس خلوني اكمل الفكرة بس لو سمحت لي معلش. فسيدنا عمر جمع المسلمون في صلاتهم هذه صلاة التراويح جمعهم على إمام واحد. جمعهم على إمام واحد على إمامة أبي موسى الأشعري وكان صاحب صوت ندي وجميل فجمعوا. فكانت هذه بدعة عمر رضي الله تعالى عنه. فلما قالوا له يا عمر هذه بدعة ما فعلها النبي؟ قال لهم نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. فعلمنا أمير المؤمنين بعد ذلك عمر لنرد على بعض الناس الذين يقولون لا يوجد هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لنقول أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال نعمة البدعة هي. فجمعهم على هذه الإمامة. لذلك نحن الآن نصلي على هذه الإمامة مع جسم ما فعله سيدنا عمر، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. يعني ما فعله أصحاب النبي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا سنة. وقال عضوا عليها بالنواجز، وقيل النواجز أضراس كناية عن تمسكوا فيها ولا تتركوها. فما بيصير من فترة بنسمع بعض، يعني أنا سمعت في لبنان وسمعتهم واحد قال نحن تركنا الأذان الثاني يا مولانا في المسجد. ليش؟ لأنه هذا مكان زمن النبي. فبيطلع الخطيب معه عصاية يقف على الدرج وبيلغوا الأذان الثاني بأذن أذان واحد هو على المنبر وبيقوم على خطبة الجمعة. ليش؟ لأنه هذا كان زمن النبي. نعم صحيح هذا الكلام، ولكن سيدنا عثمان فعل هذا الأذانان بالمسجد. فشو بنقول لسيدنا عثمان؟ مبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هيك بنقول، وهيك بنقول تركنا ما فعله سيدي عثمان وأنتم في مسجد. يعني كنا يعني نرغب أن نذكر شيء من سيرة سيدنا عثمان وجاء عابرا. وسيدي عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان لحياء الملائكة منه. كان سيدي النبي إذا جالس في المجلس ومادد قدماه، إذا دخل أبو بكر أو عمر أو علي أو أي واحد إلا عثمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلم قدماه ويقبل إلى عثمان ويبجل عثمان. لا يعني أنه أهم من أبي بكر وعمر. لما سئل قال له من علي وين؟ ليش الموضوع؟ قال إن الملائكة تستحي من عثمان لشدة حيائه. لذلك زوجوا بنتان، ما واحدة بنتان، ولو عنده الثالث قال زوجها لعثمان، لأنه شديد الحياء، شديد الحياء رضي الله عنه. لذلك مدح بذو النورين لأنه تزوج بنتي النبي. نأخذ آخر سؤال حتى نفوت على صلاة التسبيح. معنا تفضل. أنت بأول حديثك إنه جايين تعتكفوا بالمسجد هون وفي ناس كتير من الأخوان يروحوا عن فضول الغطر ساعتين ثلاثة، في اسم هيدا ولا لا؟ هو جائز الاعتكاف ساعة، جائز الاعتكاف ساعتين حسب نيتك. فأنا نويت أن أعتكف ساعة، أنا أعتكف ليل كامل، أعتكف يوم كامل، أعتكف العشرة أيام. ولذلك في شيء بالمعتكف من المهم تعرفوه، وهذا ما حصل مع سيدنا عبد الله بن عباس. كان معتكف في المسجد عشرة أيام، آخر عشرة أيام، فرؤية أنه خارج المسجد، كان طالع برا المسجد. سئل يعني كيف طالع برا المسجد وأنت بالمعتكف؟ قال قصدني فلان لحاجة له، يعني فلان عنده حاجة ما ممكن تقضى إلا من خلاله، فخرج من معتكفه لقضاء حاجته. فقيل في هذا الخروج سنة، يعني هذا بدل معتكف، من خرج ليشرب قهوة أو يكسر أو يعمل له مشوار، لا هو خرج بنية أيضا أن يقضي حاجة أخيه. ومن كان في حاجة أخيه شكا، كان في حاجتي وكان في عبادتي، كان في عبادة، من كان في قضاء حاجة لأخيه كان في عبادة في هذه الحاجة. بس احنا قمعناه كثير مرات. بالنسبة للتراويح معلش نقمعك، معلش نقمعك، قلت لك قمعناه ثلاث مرات، لي معلش تفضل. سنة المؤكدة في ناس من الخمس سنة من ترك عرض مثل بعض السعودية يسلوها عشر عرض رسول تسلم الله كبير. نحن قلنا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرة مرتين ثم دخل ما صلىها. شوف الأصل في التراويح أن تصلى 20 إلى 36. وقالوا العلماء وهذا في المذاهب الأربعة، قالوا العلماء 8 ركعات ترويحة واحدة،
ولذلك قالوا صلاة التراويح ولم يكن صلاة الترويح. لأنه إحنا بنصلي أربع ركع بنروح نص ساعة شوي نرجع بنصلي أربع ركع، فهذه ترويحة واحدة. وهذا ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدني في أكثر من كتاب له بهذا الموضوع حينما تحدث عن السنة مكانتها وفضلها وأهميتها. فقال العلماء هي من 20 إلى 36 صلاة التراويح من 20 إلى 36. وذكر قصة جميلة جدا كيف كان الصحابي يتنافسوا، قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمن سيدنا عمر صلوها 20، فصلوها 20 وما أنكر أحد من الصحابي على سيدنا عمر. بعد ذلك الأنصار نافسوا المهاجرين بأن صلوها 36 لحتى إذا تقيع أنت فيك تقيع ما شاء الله، عرفت علي كيف؟ فالأصل صح هذا الكلام صلوها. نحن الآن في زمن التنابل نصلي. بعدين إذا بعدين بيحق لي دافع عن حالي شوي ما بيقولوا بعدين إذا طول الشيخ شوي من الوتر بالدعاء هلكنا الشيخ. طيب عصر السرعة يا شيخ. هو شوف نحن نجد تبريرات للناس، ناس يعني صارت الآن مشغولة في قضايا جدا ما بقى فيها الراحة والهدوء، ناس عندها التزامات وعندها مواعيد، فلذلك نحن نصلي الأصل من ركعة. من أحب أن يزيد فليزيد. بالله في التزامات يا شيخ. عم أحكي ثاني يوم الصبح عندهم أشغالهم عندهم أعمال، الله يعين الناس. نحن لو نجد بيكون عيام الصحابة كل واحد طالع سافر بيشيلوا إيده وبيده. لا ما في أطش إيده بيتكلم في جسمهم. إحنا بنفرمه بالفرامي. تفضل. نعم نعم. بس هالسؤال الأخير بس. شو إشارات وعلامات التاريخ؟ إشارات وعلامات ليس أدب، إشارات كثيرة وعلامات كثيرة تحدث عنها النبي، إلا أن الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح البخاري هي أربع إشارات. قال يعني يخرج الصبح الثاني وفيه ضوء فيه بياض تشرق الشمس فيه شعاع من غير حرارة من غير نور، ليس فيها برودة وليس فيها حرارة، يعني النهار ما فيه برودة ولا فيه حرارة. ثاني إشارة فيه الليل فيه من السكون والهدوء، حتى الشجر ما بيتحرك، حتى الشجر ما بيتحرك. في إشارة في زمن النبي رؤية الشجر ساجد، رؤية الشجر ساجد في زمن النبي. فهي إشارات كثيرة، منها بياض الناصع في جوف الليل، منها شروق الشمس ثاني يوم من غير شعاع من غير حرارة، فبتشوف بياض النهار قبل الشمس وبيكون النهار لا بارد ولا حار، يعني ما في برودة ولا حرارة. وهذا النص الذي جاء في صحيح البخاري. وقوموا إلى صلاة التسبيح يرحمني ويرحمكم الله. خلص خلنا سؤال.